هنا تنقول لي الى طمأني المغرب والمغاربة ما فيهمش أشرار، الخيرين كثر من الأشرار. ونقول للسيدة زوجة المطلوب في الدعوة، أرى إنك لن ترهبين الدفاع، وأنا لن أتنازل عن الدفاع عنها، وخا دير الزوجة ديالو 7000 مليون شكاية. الحقرة ما تيبغيوهاش المغاربة وما تيبغيها الله على العبد. فأنا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الحكم يكون صدقة جارية على الهيئة القضائية. مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من امام محكمه الاسره بالدار البيضاء. واليوم عيد بحيث القضاء ينتصر الطفله نور ويلحقها بنسب والدها محمد الطهاري، وكيحضر معنا محامي بهيئه الرباط عبد الفتاح زهراش. مبروك على الجميع. مبروك اولا على القضاء، ومبروك للنور، ومبروك على كل من ساهم في الدفاع عن حقوق ومصالح الطفلة نور. اليوم قسم قضاء الأسرة المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء حضرت شخصيا ونيابة عن كافة الزميلات والزميل الأستاذ الهيني لسماع النطق بالحكم ديال القضية التي تقدمت بها السيدة ليلى السرغاني الموكلة ديالتنا من أجل لحوق نسب طفلة نور التي كانت الإنجاب ديالها من طرف السيد محمد الطهاري اللي هو محامي بالدار البيضاء، أو اللي كتعرفوا نتوما كتعرفوها كإعلاميين وصحفيين قضية المحامي وليلى. اليوم المحكمة رفضت الطلبات ديالهم هما بإيقاف البت، وكذلك دعوة ديال الزور في الوثائق المدلى بها وخاصة الشهادة الطبية، واستجابت في للطلب من ناحية الشكلية قبلته، ومن ناحية الموضوع أمرت بلحوق نسب الطفلة نور بوالدها السيد محمد الطهاري. هذا ليس فقط انتصار، هو انتصار أولا للعدالة، انتصار لقيم العدل، انتصار للحق. فشكرا للمحكمة قضاء الأسرة رئاسة وموضوعا، يعني وشكرا لمحكمة قضاء الأسرة كذلك في شخصية وكيلة الملك اللي قدمت الملتمس ديالها مراعية المصلحة الفضلى للطفل. يعني بكل تقدير واحترام عميق كنشكر كذلك وسائل الإعلام اللي وكبت معنا، النشطاء الحقوقيين الجمعويين بمدينة الدار البيضاء وغيرها اللي ساندوا هاد السيدة هادي اللي تمارس عليها واحد الممارسات عكس ما تصرح به زوجة المطلوب في الدعوة، واللي ما كانش هاد الأمور غادا توصل لهاد المواصل لولا يعني العجرفة يعني العناد كيف كنقول، من غير العناد حتى الحقرة. نعم. الحقرة ما تيبغيوهاش المغاربة وما تيبغيها الله على العبد. فأنا كنتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الحكم يكون صدقة جارية. نعم. على الهيئة القضائية، ويكون واحد يعني واحد يلقاو به الله سبحانه وتعالى، بالرغم من الإساءة اللي تعرضت لها الهيئة من طرف زوجة المشتكي أو المطلوب في الدعوة، ولكن الهيئة هي أكبر من ذلك. الهيئة استعملت القانون، استعملت قيم العدل، قيم الإنصاف، قيم الحق. فهنيئا لكل فريق الدفاع الذي واكب هذه القضية. فيما يتعلق بالدعوة الجنحية اللي هي معروضة على أنظار القضاء الجنحي يوم الأربعاء في الغالب، لأنه كما تعلمون هي قدمت شهادة طبية التي طعن فيها بالزور وتم رفضها. هي الموكلة ديالتنا كما تعلمون كتعاني من واحد المرض عضال، واللي من المحتمل تخضع لشي عملية جراحية. الملف سيتأخر لجوج الأسباب، أولا الظروف الصحية ديالها اللي معززة بملف طبي وشهادة طبية غادا تتم الإدلاء بها، وكذلك غادي نطلبوا إيقاف البت الآن الصباح. إيقاف البت ديال الملف الجنحي يعني كاين عنده أسس ديالو،
وهو الحكم الذي نطقت به محكمة قضاء الأسرة. فشكرا لها، شكرا لكم، شكرا لكل المتعاطفين. مازال ومشكورة يعني هيئة القضاء لطالما ليلى طالبت بمحاكمة عادلة. اليوم هيئة القضاء غلبت مصلحة الطفل ليلى اللي مرات من بنت الشعب كيف كنقولوا، اللي مرات من محطات قاسية يعني مشات فيها الصحة ديالها، الأعصاب ديالها، بزاف ديال الأمور، وواجهات بين قوسين يعني جبهة، يعني راه ماشي سهل أن بنت الشعب تواجه ناس يعني كيف كنقولوا جحافل في القانون، يعني لقات راسها دخلات الحرب كبيرة، ولكن في الأخير بفضلكم بفضل الحقوقيين انتصرت. القضاء المغربي في ظل دستور 2011 وبالتعليمات السامية لجلالة الملك حفظه الله ونصره، كل المغاربة سواسية أمامه. ما كاينش هذا وزير وهذا محامي وهذا قاضي وهذا رجل امن، كلهم المغاربه سواسيه. واليوم شوف نقول لك واحد الكلمه، المغاربه كلهم سواسيه امام القضاء، والا لما كانش دستور 2011 اللي جابوا الشعب وجابته القوى الحيه وجابته الحركه ديال 20 فبراير اللي تفاعل معها جلاله الملك وضمن كل المطالب الاجتماعيه ديالها فيه مساواه المغاربه جميعا. جلالته ولا القضاء لن يرضوا لانه ما كينطقوا الاحكام باسمه باش يكون شي تمييز ما بين هذا السيد او هذه السيده، الكل على قدم المساواه. وانا كنت اقولها دائما، وقالها زميلي الاستاذ الهيني والاستاذ القلاع والاستاذ شططو والاستاذ وفاء ابجدي، مشكورين كل الزملاء والزميلات اللي يعني داروا يد الله في هذا الملف باش يساندوا هاد السيده ونساندنا احنا اساسا الطفله نور. هذه المحكمه معروفة لدى الحقوقيين ومعروفة لدى رجال العاملين في القضاء والمحاماة بنوعية أحكامها وكذلك بمصداقيتها، والهيئة القضائية التي أصدرت هذا الحكم كانت موضوعية، عملت كل الإجراءات عكس ما فاهت به الأستاذة زوجة المطلوب في الدعوة في إحدى تدويناتها وشيء من هذا القبيل. المحكمة قامت بإجراءات تحقيق القضائي، استمعت للشهود، استمعت لكل الأطراف، توفرت لها كل العناصر، ولإزالة الشك بالريب أصدرت أمرا قضائيا بإجراء خبرة جينية عهد بها إلى مركز الشرطة العلمي بالدار البيضاء وهو مشهود له بالكفاءة والنزاهة والتجرد، ولم يستجب المطلوب في الدعوة. المفروض إذا كنت تدفع بأن هذه السيدة بغت تلفق لك هذه القضية وبغت تلحق لك النسب ديال هذه الطفلة اللي كتقول حسب الادعاء ديالك أنه من إنسان آخر، كنت باش تزول هذا الشك كنت تمشي لعند البوليس ودير الخبرة. إذا علاش اليوم كتبغيو تجناو على ليلى بنت الشعب؟ كنا ولاد الشعب، علاش كتبغي تجناو عليها وتقول لها حيت هذه كذا وكذا وكذا، وترميوها بأوصف الأوصاف وتقذفوا فيها وتسبوا فيها وتحقروها وتمنعوا المحاميين ما ينوبوش عليها ودخلت للسجن؟ لا شوف، هذيك القصة ديال إدخالها للسجن قصة أخرى سنتداول فيها في القسم الجنحي، وأنا مرارا وتكرارا قلتها، فلذلك الله يعطيك الخير ما تخسريش السعادة ديالي. لا ما غنخسروها، فرحانين بالانتصار القضائي، ماشي الانتصار ديالي الشخصي. نعم. او الانتصار ديال زميلاتي وزملائي. هذا القضاء الذي يسوي بين الجميع اليوم قال كلمة الحق وكلمة الفصل، وألحق نسب الطفلة نور بوالدها الذي رفض إجراء الخبرة، يعني خرج تيقول بأنه رجل قانون كيحترم القانون، احترام القانون ولو ما يقول لك السير تمشي تلقائيا. هذا هي التحدي اللي كنا كنرفعه، ولوكو كان فعلا انه دار لاديان وثبت انه ديك الطفله ماشي بنتو كنا غنعتذروا له ويديه طويله لا هو ولا السيده ديالو علينا امام القضاء. ولكن شاء الله فعلى ما قدر، اختارت معركه اعلاميه يعني خاسره بكل المقاييس. احنا اختارينا القضاء، انتوما تعاطفتوا معها، وبخصوص قناه شوف تي في مشكوره لرئيسها وكذا، الناس ديال حباب الله والجمعيات والمنظمات ومن ضمنهم المجلس الوطني لحقوق الانسان. نعم. بجهه الدار البيضاء الكبرى اللي تنبغي نشكر الرئيسه ديالو لانها سمعت ليها وعطاتها طبيب نفساني. هذا الشيء كله يعني تاكد على انه باقي الخير في هذه البلاد، وكاين الخير كبير، وكيخصنا نثقوا في المؤسسات ونثقوا في القضاء ونثقوا
في المساطر ونقول للسيدة زوجة المطلوب في الدعوة راه إنك لن ترهبين الدفاع. سنداي مع راسك سيري ديري 7000 مليون شكاية. أنا شخصيا تاريخي من مورايا اليوم ما يهمني الدفاع عن حقوق ومصالح الموكلة ديالي. اليوم ما يهمني هو المصلحة الفضلة لتلك الطفلة. القضاء مشكور مشكور بمدينة الدار البيضاء في القسم الاجتماعي استجاب للطلب، فلذلك أنا تنشكر الهيئة القضائية وتنتمنى من الله في هذا اليوم المبارك في هذه الليلة المباركة يجعل هذا الحكم صدقة جارية عليهم وعلى والديهم. وأنا متأكدة أن ليلى الأم ليلى المناضلة كتبعنا من منبر شوف تيفي رغم أنها طريحة الفراش، متأكدة أنها كتبكي بدموع الفرح. أستاذ ليلى اللي كانت كتشوف، أنا تنقول ليلى اطمئني، المغرب والمغاربة ما فيهمش أشرار، الخيرين كثر من الأشرار، أشرار قلال والخيرين كاينين كثار في جميع المجالات. واليوم القضاء نصفها ورد لها الاعتبار ديالها، فهذه خطوة على دربي مواجهة الملف المفبرك الذي فبركته زوجة المطلوب في الدعوة والذي بموجبه تم اعتقالها مدة أسبوع ستكون لنا كلمة فيه. احنا كنا طلبنا في البداية إيقاف البث فيه، اليوم أصبحت هنالك ضرورة قانونية وقضائية لإيقاف هذاك الفبركة وذاك الشيء كامل اللي تصاوب ليها في هذاك الملف، باش يعني كانت عنده أهداف أخرى، ولكن الله سبحانه وتعالى إرادته كانت أقوى وأكبر من ذلك. والقضاء والقضاء بحكمته وتبصره وكفاءته وجرأته وجرأته وتجسيده لبنود الدستور. المغاربة ما كاينش هذا مغربي دو كلاس وهذا دوزيام كلاس وهذا تروزيام كلاس، المغاربة كلهم سواسية أمام القضاء، كيفما كان موقعه الاجتماعي وكيفما كانت مكانته في هذا المجتمع كنا نتساوى امام القضاء. وسؤال اخر، وما كيف كنقولوا ما كايناش غير ليلى، كاينين ليلات فيها اللي بزاف ديال النساء يعني ضحايا، كيف قلتي يعني فاش كنقولوا شي كلاس شي هكا يعني كيكونوا ضحايا. والقضاء يعني ابتدائيا واستئنافيا قرارات المحاكم الابتدائيه والاستئناف ومحكمه النقد المجلس الاعلى سابقا واضح في هذه الامور هذه، وخاصه لما المحكمه كتطلب دير ستحكم تمهيديا باجراء لاديان وكيمتنع الطرف الاخر عن اجراء الخبره، الساده المحامون والمحاميات عبر التراب الوطني والدولي راه تيعرفوا كيف شنو هما الاحكام اللي كتكون فيهم. يا كاد السيد رجل قانون ايوا كان يمشي، يا كان يمشي، حنا ما ديناش دابا قال لك دابا دوك الاطباء اللي كتجيب هي الشواهد مزورين كلشي وهذه دابا المحكمه صفتت المؤسسه ديال الدوله، وهذيك المؤسسه هذه ديال الامن الوطني والدرك الملكي هما جوج المراكز عندنا في المغرب ماشي غير وطنيا عالميا مشهود لهم بواحد المصداقيه واحد الاحترافيه عاليه. سير سيدي دير لاديان، وكو كانت ديك الساعه ماشي بنتك غادي تجي ونعتذروا لك وما شنو نديروا لك كاع، ولكن الغالب الله هذا الشيء اللي عطى الله الحق مع الموكله ديالي والقضاء مع الموكله ديالي، وانا لن اتنازل عن الدفاع عنها واخا دير الزوجه ديالو 7000 مليون شكايه. اذا شكرا لك استاذ عبد الفتاح زهراج، ومشكورين كل هيئه الدفاع اللي شدوا بيد ليلى وشدوا بيد الحق، والحمد لله اليوم كان انتصار للنور بلحوقها بنسب والديها. دمتم في امان الله، الى اللقاء.